بين القبور ومنذ الصباح الباكر لم ينسى العراقيون موتاهم في اليوم الأول لعيد الفطر. آلاف الزائرين وطأت أقدامهم أرض وادي السلام التي شهدت إحياء أحد أبرز المواريث الاجتماعية بزيارة أهل القبور واستذكارهم. تعرف هاي ذكرى عزيزة على كل شخص موتى موجودة هنا بالمقبرة وادي السلام. تعرف هاي مقبرة عريقة وتاريخ إلها، فإحنا نجي هسا. أنا بالنسبة لي من أهل كركوك، عندي أموات هنا أجي أزورهم. هنا عندنا إحنا تعرف الطقوس الدينية مالتنا هاي الخاصة بينا العراقيين. أنا واحد من الناس فكيت عيني من أنا طفل، لاحظت والدي وأعمامي يجون يزورون المقابر، وخاصة بالمناسبات الدينية كالأعياد والعفو شهر رمضان المبارك والليالي المباركة. دموع تذرف وألسن تلهج بقراءة القرآن في هذا المشهد الواسع على مد البصر. ملايين الموتى وأن تعددت الأسباب، إلا أن المصير واحد هنا. يفترش الزائرون التراب قرب أحبائهم الذين خطفهم الموت وغيب عنهم هذا العيد. أكثر الشعوب تضرراً ومآسي بالعالم هو الشعب العراقي، فلذلك تلقي النجف في غصب الزائرين من بداية العيد ولا نهايته. العراق اللي من بداية القرن العشرين ولحد اليومنا هذا القرن 21، ماكو حقبة زمنية إذا ما بيها حرب وبيها شهداء وبيها قتلى. المفروض المقبرة تتوسع، مثلا تريد تروح لك القبر. هسه أنا دخلت على قبر ما أقدر أدخل يعني القبر لأن ضيقة، فإحنا نرجوهم إن شاء الله يسوون وسووا المقبرة يقول جديد أنا ما شايفه. بين فرحة العيد وألم الفقدان تنخلط مشاعر العراقيين في مقبرة وادي السلام التي تكتظ بالوافدين قبل بدء تبادل التهاني والاحتفال بالعيد. من هنا يبدأ العيد في مقبرة وادي السلام، فبعد زيارة مرقد الإمام علي عليه السلام تكون لهذه الأرض حضورا لافتا للعراقيين لزيارة أحبة غادروهم. من مقبرة وادي السلام في محافظة النجف، محمد رزاق، التغيير.